بسم الله ربنا اهدنا سواء السبيل واجعلنا من خير الذاكرين لك وشاكرين لأنعمك يا منعم يا كريم يا عظيم يا ذا الجاه والسلطان. قال الملأ صديق الذين يتردسون de son clan, de cette, de ce peuple-là, ignorant, dégradé. قال الملأ الذين كفروا من قومي إن لنراك في سفاهة. يعني عن سور pour eux, il est faible d'esprit. يعني نقص عقل نقص. دونك شو دورك اللي جاي؟ نقص عقل مش تعلمنا حنا حل عقل وفي قمة العقل العقل. شو دورك؟ جاي تعمل عندنا. يعني لازم تفهموا وطاية الشعوب المتخلفة وطايتهم هما اللي خلاو الطغاة يسيروهم كما قصة فرعون. كانوا الوقت ذاك المصريين كانوا ناس فاضل ويفهموا من هو الإله ويفهموا شو دورهم باش يقوموا في وجه كل متعاظم وكل متكبر وكل متألف. ما كان فرعون يكون فرعون تخدم. قلنا احنا فرعون من جملة تاريخ حياته هلا بيوغرافي بتاعه سيرته الرواية اللي قابلة التصديق هو كان أدنى مستوى في مجموع المصريين بحيلة ما ولك بكيد الرحمن سعد بشوية بشوية حتى وصل القمة سجلت العقل وقت اسمح روحه ماشي يقول في نفسه اللي يحب وهذا ما اللي ميغالومانياك موجودين في تاريخ البشرية ملاكي في يخرجوا يلقوا القرصة ويضبطوا كل شيء يولي هو صاحب الجاه والكلمة الأولى والأخرى عنده هو يولي يسمح روحه يقول أنا ربكم الأعلى. ورينا الكلمة دي شتكلفت له وشتكلفت جنود الظالمين قالوا الظالم كان فعلا هو قوي كما يقول وهو إله ما كان يحتاج إلى جنود ظالمين. القصة طويلة ومعقدة لا فائدة في استمرار في البحث عن بعض خصائصها والسلام علينا بالتمام والكمال.